السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، طبعا فيديو فيه عدد كيلات حلوه، فيه مواجهات حلوه. طبعا عم نحاول نجيب كيلات اكثر من هيك، بس للاسف الشديد لانه الكل عم يلعب تقييم ما عم نحصل حدا، فما اعرف وين عم ينزلوا وين عم يذبحوا بعض وكيف وشلون عم يقتلوا بعض، ما بنعرف. فلهيك عم حاول اجيب كيلات اكثر واكثر، بس للاسف ما عم نقدر. فبتمنى انه يعجبكم الفيديو. هلا قبل ما تتركون الفيديو، اذا كنت اول مره عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. ومن كم يوم قلت لكم، من الاسبوع الماضي، اذا حابين تسالوني اسئله اكتبوا لي تحت بالتعليقات، انا باخذ اسئلتكم وبرد على فيديو جديد فيديو ثاني. امبارح جاي تعليقات اعمل ردة فعل على غنية ابن سوريا، اذا حابين هذا الشيء كمان اطلبوا لي، انا ما بحب اعمل هيك شيء، بس اذا انتم عم تطلبوا مني هذا الشيء اشوف كم واحد طالب هذا الشيء، حسب عدد اللي عم يطلبوا راح اعمل ردة فعل او لا. فانا بصفتي ما انا يعني بصفتي كحالي ما بحب اتدخل بهيك شغلات، لانه انا محتوي جيمنج ما انه ردة فعل ولا اي شيء. اذا انتم بدكم حابين اعمل ردات فعل على اللواعيب او على اغنية ابن سوريا اكتبوا لي تحت بالتعليقات كمان، ولا اترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. لا، قال نسلم نعمل تحالف بعدين قال نسلم عليك ونروح. شو يعني ما فنشق ليك؟ او طلعت لفوق وقال في سلاح اسهد. في معه M4. انا شو قلت لك؟ يا السيزون هذا يا السيزون الجاي، اول قلت لكم البوت راح يعمل قناه، راح يصير له مشتركين اكثر من عندي. شفت عم يطلع فيني وياخذ كبار حركات. شوف كل البوتات راحوا اشتركوا عنده، مو مثل كل اللاعبين ما بيجوا يشتركوا بقناتي. اخس. هذا الليفل اللي شفته. تاخذ ها. بدك مخزن؟ تاخذ، كبيت لك مخزن من فوق. عساها تنعم عيونه حبيبي. ترارارارا ليتس جو. ليش ما اخذت الديبي؟ ما احب الديبي. نو. تا حطيت لكم الاكيم كمان. تعو تعو، وهي طلقه كيم 200 طلقه. روح 230 طلقة. والله انا جيب الدي بي معنا. بقول لك في ساحة شلت بعد يا زلمة. ابعد انت. لا انت بتبعد. لا انت تبعد. لا والله انت بتبعد. لا انت تبعد. اخر شيء انت اللي بعدت. لا انا نطيت وضليت كامل ورحت. انت اللي بعدت يعني. نو نياو. نيو نياو نياو. اي انجليزي جديد يا حبيبي. نيو 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 نيو. مين عم يبعتنا؟ انا لوين رايح؟ في اكيم هون ما حدا يريده. عساها تنعم عيونه حبيبي، ما لقيت بنزين حبيبي. معك اثنين؟ يلا تعال. طلعوا لي على هيب هيب 11 موجود ولا لا؟ بالعربي. هذول هن معناته، ما قالوا لك روزو كان سمعته؟ ايه هذول هن. ما طلع على السطح؟ انا
والله ما لي شايف حدا. ايش معك سكوب انت؟ ستة ليك قدامها. ثاني منو؟ الثالث هلا راح يطلع من الصاله. اجوا البيت الاحمر. ايه دير بالكم من القنابل. في كار هون. هرب لهنيك. في واحد بلش اسمه بسكول بسكول بالشبابيك. تعالوا تعالوا ليتس جو ليتس جو. كمبرة ما بتفيدك عمو، كمبرة ما بتفيدك. روح روح كمبر لي بغير خريطة. روح ما تكمبر بخريطة اللي انا بلعب فيها. بقيان هيب بون ما عم شوف اسمه. معقول مات؟ سير بينك طلع. خليكم انتو. لا والله دروب. ما بعرف. لك 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 وين احنا؟ اي 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 بالعكس معلم. ضيعت الجسر والله، فكرت ماشي بطريق الجسر هنا. عندك
اشوف واحد هو بعد هم معك سيارة هون تعال سيارة بلال 14 ثانية بلال خلينا نروح على الدائرة يا زلمة اطلع خلينا نروح على الدائرة ولو 14 ثانية نموت بالزون تعال خلاص امشي طلعت شلته عيفك منه يا زلمة شو اسمه كان تركي شو عارف بقينا سكوات هنشوف لا والله اكثر من سكوات والله علي ما يلعب كم برو هدول شلون شلتهم كلهم؟ كلياتهم شلتهم من قدامي عم اوصل عليهم تطلع شيء يلا يلا كفو كفو بس وين هذا اللي كان عم يتحدانا؟ هذا هيب هيب 11 وينه؟ شوف لي هذول صناديق مو هيب هيبات؟ لا هذا مو هو وهذا مو هو وهذاك اللي تحت مو هو اتراك يا زلمه كيف مكبرين بربهم؟ ما وصل واحد تفتل على انت اتركنا ما ضربت ولا طلقة